السلام عليكم ومرحبا بكم واهلا بكم في عائلتنا مطبخ وتدابير دداح. ان شاء الله ما فيديو هذه تلقاكم كامله مهنيين وتلقاكم كامله في صحه جيده. اكو تشوفوا طاطاكم نجاح راهي شطوره، درت لكم شحال من حصه تاع من القلب الى القلب في لا سيمان، ربي يدومها نعمه ان شاء الله. المهم توجور مع لو سوجي تاعنا تاع العائله والتعامل مع الزوج والتعامل مع الاطفال، يعني المحور ديالنا يدور في العائلة دائما، بس العائلة يعني هي سر نجاح المجتمع. لو كان كل عائلة تقدر يعني تتلحق على بالكم افا شونجي المصطلح تاع السعادة. قالت لي وحدة في لي كومونتير، قالت لي ما كاش سعادة، قالت لي كاين ولاش تزوج متفاهمين عارف الدرك على واحد. بون بوتيتر المصطلح جاك اختي شويه واعر، السعاده استخسرتيها في نفسك ولا هاد لو مبان لك بزاف كبير؟ على بالكم السعاده كل وحده كيفاش تشوف السعاده. كاينه وحده تشوف السعاده انه راجلها تقول له غوش غوش دروات دروات يعني يطيحها، كاين اللي تشوف السعاده في لي سورتي وفي المال، كاين اللي تشوف السعاده في الدار الكبيره، كاين اللي تشوف السعاده. انا السعاده اللي قصدتها خواتاتي هي نوع من انواع السعاده، هي السكينه في البيت، السكينه وبالعاميه ديالنا لهنا، هذه هي السعاده اللي تقصدها طاطا نجاح فقط. مازال ما يعني ما ديفلوبيناش ولحقنا لحاجات واحد اخرين لهنا. كيفاش نقدروا انه نخلو قلت لكم البيوت ديالنا جنه صغيره والكل فيه متفاهم. الاخت اللي قالت لي ما كاش سعاده كاين ولا لقيت زوج متفاهمين عارف الدرك على واحد، نقولها سي كاين السعاده، السعاده النسبيه. علاش نقول انا السعاده النسبيه؟ بس السعاده الكمال لله سبحانه وتعالى، والسعاده 100% عند الله سبحانه وتعالى ان شاء الله في الجنه النعيم، في جنه النعيم ان شاء الله. اما هنا كما قال ربي وايام نداولها بين الناس، ديوي ديبا حلو مر حتى يتعدى العمر اختي. بصح انك تقولي الدرك على واحد ديري بيان في بالك باللي ربي يعطيك واش تقدري ترفدي اختي. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، العبد يكلفك فوق طاقتك، انت تكلفي بتدخل نفسك فوق طاقتك، من الله سبحانه وتعالى عز وجل الجامي يكلفك فوق طاقتك. الوغ هاد المقوله تاع ولاش تزوج متفاهمين عارف الدرك على واحد، بوكوا با وي، ولا لقيت بليك انا نرفد الدرك باش نشوف عائلتي سعيده ويعني يعني بوتيتر رافدا اون غروند باغ دو ريسبونسابيليتي ولا اون غروند باغ تاع الصبر والتحمل، مي بوكوا با اختي. ماشي كوفي، هادي ماشي حاجه اللي يعني يعني مصطلح تاع تعاسه ولا مصطلح، انا جو با وي بروبليم. اه خلي كي نشوف زوج متفاهمين الدرك على واحد. الدرك يفو سافوار كومبخوندر سي كوا الدرك. الدرك انه صبر على واحد ولا وي لو بروبليم كي نتوما ديجا اون فا بارلي. اخي قلت لكم في العلاقه دوك هادي زوجيه كاين ميلي عرف ميلي سوجي نهضروا فيه، يعني امبوسيبل نكملوها في حصه ولا زوج ولا اربعه ولا سته. اول سر واول مفتاح يعني ولا ما كاش هذا المفتاح امبوسيبل تلحقي الربع تاع السعاده ولا تاع الاستقرار ولا تاع الهنا، سميه كيما حبيتي، انك ما تقدريش تاكسبتي الزوج ديالك كيما راهو. يعجبوني بعض النساء اللي السماغي تتزوج ومن بعد كي تدي الزوج ديالها تحب تربيه، هي داتو 30 35 سنه في عمره، رباتو يماه وباباه ومن بعد رباه ليكول ومن بعد رباتو الخدمه ومن بعد رباتو ومن بعد كي تتزوج به تحب تعاود تفورماطيه. ما نربوش راجل اختي، ناس زمان يقول لك راجلك وليدك واش ربيتي وراجلك واش ولفتي. نقول لك بتدخل واش ولفتيه بصح تربيه هنا اختي. لاباط كي تكون ماشي طايبه هذاك وين خدمتيها بالفرينه والبيض والحليبيه لالا، ديريها فاش حبيتي مقروطه ريكتانغولير، ديريها مستطيل، ديريها كعكعات، بصح اون فوا طيب في الفوغ وتشرف كي تحبي تسقميها تكسريها، امبوسيبل تتسقم كي تفوت الطيب وانت راجلك خلاص ديتيه يعني بالعاميه ديالنا طايب سي بون
خيارك خيرتيه ولا المكتوب ولا نحصلوها فاش حبيتو. يا اخي احنا نحصلو توجور في المكتوب، نحصلو في يعني وين وحده ارتاح خاطرها تحصل فاش حبت، اللي تحصل في بابها، اللي تحصل في حبيبتها، اللي تحصل في المكتوب، فهمتوا؟ المهم فتي تزوجتي، فتي جبتي دي زانفون، اول قلت لك مفتاح هو انك تو اريف ا ريسبكتي تو ماري، تحترميه. تحترميه معناتها تقبليه وتتعاملي معاه على حساب عقليته. باردون بور الخبيط، شكرا ان فوازان ويخدم ولا، سمحوا لي على كل حال، هذه حاجه خارجه عن نطاقي. قلت لكم يفو سافوار كوميم، الواحد يعني كاين بعض المشاكل، كاين ما نقولش جل المشاكل، بعض المشاكل مع الزوج انها حبت تفورماطي، حبت تمشيها على سيرتها، حبت تربيه توجور في شجار، توجور في تصادم. الوغ هنا اكي راح ديري لا استقرار لك ولزوجك ولاولادك. اول حاجه اننا نريسبكتيو لا بيرسون، وعلى بالكم الانسانه اللي قدرت تتعاشر مع الزوج ديالها يا لاكسبت كوميدي، هذه انسانه تقدر تتعايش مع كاع المجتمع. والناس اللي عندهم حب السيطره ويحبوا يبدلوا الناس، الناس اللي تلقاها عندها دي بروبليم مع الجاره ومع مع فلان وفلتان وفلتان وعلان، يعني هذا ان بوان تري امبورطون لازم خواتاتي نديروه في بالنا. كاين اوسي واحد النقطه اللي حبيت نطرق ليها اليوم، اننا يعني لا باز، على بالكم راح نحكي على لا باز، لا باز اول حاجه يعني نبداو بها كامله، انه باش تكون السكينه في البيت صدقوني، وخموا بيان في كلامي ورجعوا لي الخبر. انا يا اختي اننا قلبنا نطفوه، يعني ولا كاين ذنوب، كاين محرمات، كاين كساسوا بوغ لوم ولا بوغ لا فام، يعني الزوج ولا الزوجه، ولا شتي كاين لا استقرار في الدار ومشاكل وفوضى وقنطه، عارفي باللي يعني بعد القضاء والقدر وبعد الابتلاء يكونوا الذنوب ديالنا بما كسبت ايدينا. يعني ولا عندك طبيعه تاع نميمه، تجبدي الناس، الغيبه، عندك طبيعه بعيد شر تاع القذف. قولوا ليش كاين اللي لسانه متبري منه، لسانها متبري منها، لو كان ما تاديش ما تريحش وماش جايبه ما بخبر عمرها. الوغ ولا شتي بليك عندك لا استقرار في البيت اختي، اضربي طلع على احوالك، اضربي طلع على علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، كيفاش هي دايره علاقتك مع الناس، اسكو علاقتك طيبه مع الناس، اسكو راكي تادي فيهم، اسكو راكي بطريقه ولا يعني كاين ناس تادي انديريكتومون مي راهي تادي ودايره مشاكل كبار. وعلى بالكم بلي كل وحده تعرف نفسها، كل وحده تراقب نفسها. اون فوا نطفوا هذا القلب ونصلحوا علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، تماك ولا كان ابتلاء رانا مع الدعاء والاستغفار، اقسم بالله غير سافا غونتخي دون لوغتر، وتسلكي كيما الشعره من العجين. بصح ولا كنتي دايره ذنوب، ولا الزوج ديالك يعني مال الحرام بعيد الشر، ولا مكسب الحرام، ولا باغ اكزومبل تي ترافاي، انت نورمالمون تخدمي 8 سوايع، تخدمي زوج سوايع وتزالطي، ما تلقي عندك البركه ني مع ولادك ني مع شغل في بيتك ني مع دراهمك، ولا الراجل باغ اكزومبل عنده لي 8 تاع ولا لي 6 تاع ولا يخدم، يعني هاد الحوايج هادوما الصغائر هادوما اللي حنا نتفهو منهم هما اللي يديروا لنا بزاف حاجات ماشي ملاح في حياتنا. اون باك اون فاس دير علاش يا ربي بوركوا. الوغ اول حاجه نديروها خواتاتي واول نصيحه نعطيها لكم، اننا نفرزوا لي بلاكار تاع حياتنا، كيما ما فات تفرزي لي بلاكار وديري نيتواياج الموسمي ونيتواياج الاسبوعي ونيتواياج اليومي، ديري نيتواياج لافعالك ولا يعني لحياتك الشخصيه وعلاقتك مع الناس ومع الله سبحانه وتعالى. تو فا فواغ بلي لو كنت تبداي يعني توبي وتبداي توبي التوبه النصوحه، هذيك التوبه الشابه هذيك مع الطمأنينه والسكينه، ان تشوفي امورك بدات تتسقم. يعني هذه اول حاجه نهضروا عليها مع الاحترام طبعا. وقلت لكم وسي على المراه اللي على بالكم، انا جو تخوف انا مون افي، انا قلت لكم راني نقصر معاكم، انا مانيش نقري فيكم، جو بارتاج معاكم ما فاسون دو فوار لي شوز اي ليكسبيريونس تاعي، انه لو ريسبي من اهم الاشياء اللي يخلوا الحياه تستمر، وانه نعالجوا. سي با فغي كاين اللي تقول كي تقولي لها السعاده، سي با فغي ما كاش حياه زوجيه بلا مشاكل وتشناف وفاشو باس وكو تعرفوا، نو كاين سي با فغي، هذاك هو الملح تاع الطعام. كاع اون دي بروبليم بصح
نعالجوا المشاكل ديالنا بعقلانية وماشي هادو لي نوفيل ماغيي والبنات اللي رايحين يتزوجوا. أول نصيحة نمدها لبناتي ولخواتاتي ولا سي كوم فوفولي، اللي راهي تشوفني بليك أنا كبيرة تعتبرني سا ماما، واللي تشوفني أنا صغيرة تعتبرني سا كوبين ولا سا سور ولا سي كوم فوفولي. وين إحساسكم كان مرتاح هذاك هو راحتي. إنه جامي تدخلوا الأهل في الصغيرة والكبيرة. أنا مع تدخل الأهل كي تكون حاجة فريمون كبيرة وتستاهل إنه الكبار يتدخلوا والعاقلين يتدخلوا، بيسك قادرين يحلوا مشاكل كبار. أما هذيك اللي تتزوج ترفد التليفون، ماما قال لي، ماما دار لي، ماما، على بالك راح تعطي الأهل ديالها نظرية ماشي مليحة على الزوج تاعها، وتفضح روحها وتفضح مشاكلها، وتخلي الغير تكون مشكلة صغيرة قادرة تعالجيها انت والزوج ديالك، اوب تكبر ودير رجلين ويدين. وما نحكي لكمش تو ديبون العقلية تاع هذيك العائلة. ديري بيان في بالك بليك كيما كاين نساء انواع واشكال الرجال كيف كيف، كل واحد وعقليته، كل واحد كيما يقولوا الناس زمان، كاين النية وكاين الديب وكاين الخاين وكاين الحبيب وكاين السهل وكاين الصعيب، كيف ما كان الحال ربي هو اللي قريب. المهم اننا نرضاو بالمكتوب تاعنا، وكما تقول طاطا نجاح خذ ما عطاك الله، ونسريو نتعاملوا مع الوضع ديالنا بكل يعني بكل عقلانية، ونكبروا قلبنا ونحاولوا نكونوا بوركوا با، ولا هذيك اللي قالت لي الدرك على واحد، ولا انايا يعني بالصبر ديالي نقدر نعطي فرحة للعائلة ديالي، بوركوا با فاتر جينيروز. راهو الكرم ماشي غير فيه، الكرم راهو في شحال من مجال خواتاتي. ان شاء الله ماما ميساج اليوم يكون جاز، وربي يوفقني نعود من داك كان قصر مع خواتاتي بيان سيغ. لمحبين حصتكم من القلب، وان شاء الله الى القلب. وديروا بيان في بالكم باللي كراني نقرا في تعليقاتكم الجميله، وحبكم اللي ما عندوش حدود يا احلى مشتركات في العالم. نقول لكم حباباتي وخواتاتي وبناتي ونور عينيا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.